إسرائيل تمكنت من تحقيق أول انتصار لها بعد سلسلة من النتائج السلبية، وكانت على حساب فريق جمعية الخروب، ولم تمضي سوى 37 ثانية حتى تمكن حنيفي من اقتناص هذه الكرة العرضية من تجار وسجل الهدف الأول للشبيبة. بعد الهدف الأول لصالح فريق شبيبة القبائل، حاول فريق جمعية الخروب الرد بهذه الركنية والرأسية التي لم تمر بعيدة عن إطار المرمى، لكن الشبيبة ضغطت مرة أخرى وحاولت الوصول إلى شباك فريق جمعية الخروب في أكثر من مرة، لكن من دون جدوى أمام يقظة وفطنة الحارس الخروبي الذي أنهى المرحلة الأولى بأخف الأضرار. في المرحلة الثانية سارت المباراة في اتجاه واحد ولصالح الشبيبة التي تفننت في تضييع الفرص عن طريق بولمديس وخاصة عن طريق حماني في هذه الكرة. لا بولمديس ولا حماني تمكن من تسجيل الهدف الثاني للشبيبة، وانتهت المباراة بفوز ثمين للشبيبة من شأنه أن يحررها في باقي جولات البطولة الوطنية. النتيجة هي أول كل